بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 26. الحديث 26: الإصلاح بين الناس والعدل فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة جمع جمعها سلاميات، وهي مفاصل الإنسان، وهي المفاصل في الإنسان الذي عددها كثير، فعليها صدقة. فماذا تتصدق بها؟ سيأتي. كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. صدقات كثيرة جدا لو عرفناها وعملنا بها لوجدنا الخير. قال في بداية الحديث أن الإنسان عليه أن يخرج صدقات شكر لله تعالى على ما أنعم عليه في جسمه من نعم البصر، نعمة البصر، نعمة العين، نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة المطلق، نعمة الحركات، نعمة المفاصل في الإنسان، هكذا. فهذه عليها صدقة. وكل يوم تطلع فيه الشمس تصلح بين اثنين، الصلح ذكر أنت بينك وبين خلاف، فلا يجب أصلح بينكم، صدقة. كذلك هذا من الصدقة. هكذا. فمن أمور الصدقة التصدق بالمال، والطاعات وفعل الطاعات صدقة، هكذا. كذلك قال: وتعين الرجل، أي تساعد المحتاجين وتخدم المجتمع، صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إذا أحد ما كان أول دابة حمار حصان ما يقدر أن يطلع ترفعه فتحمله عليها، أو ترفع له متاعه صدقة. تساعد إخوانك صدقة، تعلم إخوانك صدقة، ترشد الناس صدقة، وغير تعطي الناس من المال مساعدة صدقة، وغير ذلك كله يدخل في الصدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، إذا رأيت في الطريق شجر، حجر، زجاج، أي شيء تميطه صدقة. إلى ذلك هكذا. قال العلماء: ويجمع ذلك كله من جميع الصدقات وجميع التصدق عن أعضائك، كما كل سلامة كما ذكرنا لكم، أن تفعل ركعتين وتصلي ركعتين من صلاة الضحى، كل ذلك يجزي عن هذا كله ويقوم مقامه ركعتين من الضحى. فلا تنسوا الضحى، من لم يصلي الضحى غلط. حافظوا على ركعتين، ولو على أقدر أربع ركعات صلي أربع ركعات، من صلى أربع من الضحى أربعا كما في الحديث بنى الله له بيتا فين؟ في ماليزيا؟ أين في الجنة العليا يا رب؟ هنيئا لك بيتا هناك. هذا البيت في الجنة ماذا يشبهه؟ مثاله في الدنيا كمثال ماذا؟ ها؟ هل له مثال؟ ليس له مثال. كم أبواب البيت في الجنة؟ كيف صفته؟ لا إله إلا يعلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا. لهذا أعد أن تسكن في الجنة، لكن السكن في الجنة مضمون بجوار الملك العزيز سبحانه وتعالى. يعني هكذا. قالوا أن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يكونون أهل الجنة، يكتب لهم كتاب من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله، أنت أصبحت حيا لا تموت. لا إله إلا الله. قالوا فلهذا صلاة الضحى انتبهوا أن تفوتوها، اركعوا من الضحى كل يوم، الوتر، الرواتب القليلة بعد الضحى، غير ذلك الأوراد والأذكار بقلة، وغير ذلك ولو ركعتين ثلاث من الوتر ركعتين من الضحى يكفي. هكذا تحافظ تحافظ تحافظ، لا أتركها أبدا آبدين. لو هكذا فائدتكم إذا رجعتم إلى بلادكم، تحافظ والديك ينظروا إليك ما شاء الله، ولدي تقول ولدي ما شاء الله باقوس وصلي دائما أنا هكذا، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك يا مزمل، بارك الله فيك يا علي، وهكذا يدعون لك يدعون لك ويفرحون بك. هذا أثر التعليم، سيفرحون يقول نحن تعبنا، نحن أنفقنا على ولدنا لكنه ما شاء الله. أما إذا كنت غير ذلك فالآن تستعد لتندم، انتبهوا ما نريد أحد من ذلك. أعد نفسك واعرف أنك والديك يتعبان من أجلك وسيفرحان بك إذا رجعت، سواء أنتم طلاب أو طالبات، كل ذلك لابد أن نأخذ الأمر بالجدية والحزم.
حتى نفرح الله ورسول الله واهل بيته. هكذا يا رب يا الله يا رب. اساله من الله التوفيق وهو بيده كل شيء جل جلاله. قال انواع الشكر كثيره، الشكر باللسان والشكر بالجنان والشكر بالاركان. من انواع الشكر ان تصلي وان تعدي وان تتصدق وان تنصح الناس، الدين نصيحه من الشكر كما مضى معنا. الصدقة بأي شيء، صدقة بالعلم، صدقة بالمال، صدقة بالمساعدة، الكلمة الطيبة، الضحك، الابتسامة صدقة، الكلمة الطيبة بارك الله فيك، شكرا جزيلا. هكذا بعض الناس يقول ليس شكرا جزيلا ولم يقل بارك الله فيك، يقول ثانك يو. نقول تكلم بالكلمة الإسلام. بعض الناس يحب أن يتكلم أمام الناس عشان الناس ينظرون إليه، ثانك يو يرفع صوته، أبي يأتي بها بلغة غريبة، ثانك يو. أتستبدلون الذي أدرى بالذي هو خير؟ كيف تنسى جزاك الله خير كلمة الإسلام؟ بعض الناس إذا قلت جزاكم الله خير ينظرون إليك، أنت متشدد إرهابي. أصبح الإسلام منظوره غلط. إنا لله وإنا إليه راجعون. بدل أن تقول هذه الكلمة الطيبة الذي يبني الله لك بيتا في الجنة وخير من الدنيا شكرا جزيلا، وقال أفضل من شكرا جزيلا أن تقول جزاكم الله خير. هكذا لا تخاف من الناس، قل هكذا ولو كان الناس الذين يجتمعك كافرين او رياد بالله تعالى او اهل فسق، جزاكم الله خير. تفضل بعد او يعطيك شيء جزاك الله خيرا، سينظرون اليك لا تبالي، انت راقب ربك. هكذا وتعامل مع الله تعالى، هكذا احفظ الله لا اله الا الله. اقرا بعده. ومن انواع الصدقه المشي الى الصلاه، كله صدقه، صلاه الضحى صدقة، من أعظم الصدقات لا تنسوها، الشكر لله تعالى باللسان، الذكر كله صدقة، لا إله إلا الله، إخلاص النية صدقة. نعم، اقرأ بعده. الحديث 27 عن النواس بن سمعان. عن النواس في الفتح. نعم، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله: البر حسن الخلق والإثم ما حرك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الله رواه مسلم. هكذا هذا الحديث عظيم جميل، حديث يدلنا على أن البر مجموع الخير، البر اسم جامع للخير، كما أن كلمة الفلاح هي على الفلاح، هي على الفلاح جامعة للخير، فكذلك البر، فهو من حسن الخلق البر، أن تبر أن تكون بارا بالله وبرسوله وبمجتمعك وبوالديك، البر حسن الخلق. ما هو البر؟ أن تحسن الأخلاق وأن تكون حسن الأخلاق مع ربك ومع ومع دينك، هذا هو حسن الخلق، بر هكذا حسن الخلق. والإثم الذنب، ما حك في صدرك وضرك وجلب لك الضر بإذن الله تعالى ومنعك من الخير، هذا هو الإثم، ما حك في نفسك هكذا كرهت أن يطلع عليه الناس يقال إثم. نعم، اقرأ. وعن وابصة أكمل. وعن وابصة أكمل. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استخدي القلب، البر ما تمنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا هو البر، اطمأنت إليه النفس، ارتاحت، وجدت انشراحا هكذا، وجدت راحة، وجدت حبا، وجدت عشقا في زيادة من خير، هذا هو البر. أنت وأنت صائم الحمد لله صمت اليوم ارتحت، أنت فعلت صليت ارتحت، هذا هو البر، اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم والإثم ما حك في نفسي وتردد في الصدر، وإن أفتك الناس وافتوك، إن أفتاك الناس وافتوك، حتى وإن تكلم الناس هذا هو الإثم، لا عبرة بكلام الناس، وإنما ميزانك ميزان الشريعة، انظر إلى أعمالك، إذا كانت أعمالك مقترنة بالشريعة فهذا هو البر، مخالفة للشريعة إثم، فلا تنظر إلى ما قال الناس وإلى ما قال. فالناس ليس محل الميزان، رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس إنما رضا الله، فمن رضي الله عنه وأرضى الله وأرضى والديه رضي عنه الناس،
ومن لا ليس كذلك فلن يرضى عنه الناس، لأن أهم شيء رضا الله تعالى. نعم، أقرأ بعده. الحال الثامن والعشرون عن عبد نجيح العرباغي بن سريا رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنها موعظة مودع فأوصينا. عجيب، هذا الحديث فيه موعظة ووصية. طلب هذا الصحابي نجيح العرباغ بن سارية عليه السلام أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموعظة هي الدلالة على الخير، أي نصحنا موعظة وجلت منها القلوب، أي القلوب خافت منها، وجلت أي رقت منها القلوب، وجلت وخافت، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام قوي، وذرفت منها العيوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا نهكر، لأن رسول الله طبيب معالج. فكان حين الصحابة حينما يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوبون ويخافون ويندمون رضي الله عنه. وكان الكافر إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، لأنه كلام النبوة ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فأوصينا، قال: اسمعوا إلى وصية رسول الله، هذه خطاب لنا، وصية من حبيبنا ونور قلوبنا، اللهم صل وسلم عليه على الإخرة. قال: أوصيكم بتقوى الله وسمعا والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، تقوى الله حينما كنا، ابتعاد عن المعاصي، سمع والطاعة، حتى تسمعون وتطيعون ولو كان المسؤول ولو كان الأمير عبدا حبشيا، لكن هذا الأمير العبد الحبشي من أهل التقوى، أما إذا كان من أهل الظلم والمعصية فلا نطيعه، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. ثم قال النبي للصحابة: إنه يا أيها صحابتي الذي سيعيش ويطول عمره سيرى فتنا واختلافا كثيرا. نعم، في سيدنا أيام سيدنا علي فتن كثيرة واختلافات، الدولة الأموية واختلافات كثيرة وغير ذلك، وقع الفتن فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو الحل؟ ما هو الذي ينبغي علينا؟ قال: عليكم سنتي، أي بطريقتي، أي ما جئت به وما فعلت وما قلت، في سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين جاء على الخلفاء الراشدين، هكذا عضوا، أي تمسكوا بها، هكذا يا يحيى خذ الكتابة بقوة، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ هي مقدمة الأسنان، قالها النواجذ، أي امسكوا بها كناية عن الشيء، إذا عضته تعضوا بقوة بنواجذك، هل تعضوا الشيء بنواجذ الداخل أو تعضوا هنا؟ تعضوا بالمقدمة، فالعض يكون بالمقدمة لا يكون بالمؤخرة، عضوا عليه أي تمسكوا بها، كما تتمسك بالأكل، إذا أكلت تأكله بالمقدمة وتعضه، أكل عندك همبرجر وغير ذلك من أدب من الأكلات تأكلها وتعض عليها بالأسنان ولا تأكل، فهكذا عضوا عليه النواجذ بالنواجذ كناية عن التمسك بهذا الأمر تمسكا شديدا، هكذا. نعم، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. محدثات الأمور، أي الأمور المحدثة التي لم تكن في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بدليل الحديث الماضي كل أمر ليس عليه أمرنا، أي مخالف لأصل أصول الإسلام، فإن كل بدعة مخالفة لأصول الإسلام ضلالة، وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. وهذه البدعة والضلال المخالفة المحدثة إما أن تكون موافقة تحت قاعدة من قواعد الإسلام أو فرع من فروع الإسلام، وإما أن تكون غير ليست تحت قاعدة من قواعد الإسلام أو مخالفة لفروع أو مخالفة لأصول الإسلام فهي ضالة. إذن المحدثة شيئين، محدثة مستحبة ما كانت تندرج مقبولة تحت قاعدة من قواعد الإسلام، ومحدثة مخالفة لأصول الإسلام فهي ضالة، فهي ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. فإن كل بدعة أي مخالفة أي غير صحيحة أي غير مقبولة في عند الإسلام ضالة ضلالة، ضلالة أي غير مقبولة. نعم، اقرأ. قال الإمام رضي الله عنه الحديث التاسع والعشرون طريق النجاة عن
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسر الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. عجيب. ثم في الحديث الماضي يقول: عليك أن تتمسك كذلك بمنهج الخلفاء الراشدين وكذلك بمنهج الصالحين والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصالحين والأئمة. فما نرى من أمور أحدثت وكان الصالحون وسلف الأمة يعرفونها وينظرون إليها فهي من الدين. فتجد أشياء كثيرة كان الصالحين موجودين هكذا. الصلاة كما قال بعض: الصلاة في المسجد الذي فيه القبر لا يصح. كلامك غير صحيح. الصلاة في مسجد رسول الله من أيام النبي إلى يومنا هذا، والأمة الإسلامية وعلماء وصالحين وصلحائها يعرفون أن الناس يكون يصلون في المسجد النبوي وصلاتهم صحيحة. فكذلك المسجد النبوي أو أي مسجد، مسجد الإمام الحسين، مسجد النازين، أي مساجد فيها ضريح ليس فيها ذلك عيب، ليس فيه تردد، ليس صلاتك مقبولة إلا إذا كنت أنت تتوجه إلى القبر، الله أكبر إلى القبر متعمدا، هذا حرام. لكن إذا كان القبر في جهتك والقبلة هنا، هذا خلاص ليس ذلك حراما. لأن كان المسجد في النبوي، ربما أحدكم ذهب إلى المسجد النبوي يرى أن الناس يصلون خلف الحجر النبوي يصلون، فهكذا صلاة مقبولة. هل أحد يعبد رسول الله؟ كل الناس يعبدون الله تعالى. هكذا الحديث الذي بعده: أبواب الخير ومسالك الهدى، عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، جبل من جبال العلم رضي الله عنه. قال معاذ بن جبل: قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عنها، يدلني عن الجنة ويبعدني عن النار، ما هو يا رسول الله؟ قال: لقد سألت سؤالا عظيما عن عظيم، أي سؤالا مهما. هكذا قال: الصوم، عفوا، قال: وإنه هذا السؤال يسير على من يسره الله. الشيء الصعب في الدين إذا أنت تظنه صعبا، وأما إذا أخذت الأمر بالسهل وأخذت الأمر بالتيسير الله ييسره عليك. يا الله أنا الآن أريد أن أصوم، الصوم صعب، إذا الصوم صعب عليك. فإذا نظرت إلى أن الصلاة والصوم والدين سهل الله ييسر عليك. الشيء الصعب الله يجعله سهلا عليك إذا نظرت إليه أنه سهل، وإنه لا يسير على من يسر الله تعالى، فاطلب التيسير من الله تعالى. فقد يقول لك والديك: أريدك أن تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، يطلبون منك 20 حاجة. يا أمي أنا تعبان ما أقدر. لا تقل كذا، مرحبا، لبيك لبيك، اللهم أعني على قضاء حوائج أمي، اللهم أعني على بر والدي فإنهما طلبا مني، الله يعينك فيكون عملك الذي في 10 ساعات في ربع ساعة تقضي حوائجهم، الله ييسر لك. هكذا تنوي نية صالحة، وإن لكل امرئ ما نوى. كما قال: قال تعبد الله، قال ما هو العمل؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، عدم الإشراك بالله تعالى والعبادة لله، تقيم الصلاة كما مضى، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، تدخل الجنة، هذا النتيجة دخول الجنة. هكذا. ثم قال: اقرأ أكمل. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة وفلكة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أبواب الخير هذه الصوم جنة وقاية من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة أي تذهب الخطيئة وتمحو الأوزار كما يطفئ الماء النار. لا إله إلا الله. تصدق، لا تنسى الصدقة ولو كل يوم جنيه، هكذا في خليفة خروجك لا تنسى، تصدق، افتح أبواب الخير لنفسك، أعطي، أكرم، أنفق، ما بالجيد يأتيك ما بالغيب، هكذا. وما تنفق من شيء فهو يخلفه، يعني سواء نفقة حسية أو نفقة معنوية. نعم. وصلاة الرجل من جوف الليل. لا إله إلا الله. صلاة الرجل نيام، كلنا نائمين في جوف الليل. يا بختكم الذي يقوم الليل، يا بختكم، ادعي لي معك الله يتقبل منا ومنكم. ثم ترى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا اله الا الله، حتى بلغ يعملهم خوفا وطمعا كما قال تعالى. المضاجع قالوا هنا عن المضاجع اي ما بين المغرب والعشاء، قال بعضهم المضاجع بين المغرب والعشاء. ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سلامه. نعم، عمود الامر اي هم لكل شيء عمود، هذا البيت له عمود، ركن، عمود الأمر. ألا أخبرك برأس الأمر، رأس الأمر وعموده وذروة سنام، أي الذروة أي الشيء المهم. سنامي كما تقول الجمل، الجمل بعض الجمل له سنام في ظهره،
في واحد سلام وفي واحد اثنين سلام. سلام الامر اي اهميه الامر. قلت بلى يا رسول الله. قال ما هو راس الامر؟ اي راس الدين. راس الامر اي راس الدين. ما هو؟ اقرا. قلت بلى يا رسول الله. قال راس الامر الاسلام. لا اله الا الله. وعموده الصلاه. لا اله الا الله. وذروه من سلامه الجهاد. لا اله الا الله. ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ اي بكل ذلك، بخير ذلك كله، اي بخير الدين. ما هو خير الدين؟ فقلت بلى. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حظائر ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. ربغ لسانك، انتبه لسانك، لا يلدغنك، لا تقول إلا خيرا، بل يقول خيرا أو ليصمت هكذا. كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال باع وأن ثقلتك أمك أي فقدتك أمك، ليس دعاء عليك إنما تنبيه. النبي ما يدعو على أحد. ثقلتك أمك معنى ثقلتك أي فقدتك أمك، أي كالذي فقدته أمه. فقد الفقدان واضح، فقدان الضياع. ها؟ قال وأن يكب الناس إلا على وجههم وعلى مناخرهم. قال إلا أي أن سبب دخول الناس في نار جهنم أكثر شيء سبب اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان الذهاب لقاؤه شجعان. هكذا اللسان خطير. اللسان قالوا سيد أعضاء اللسان. فلهذا لأن اللسان خطير الله جعل عليه حارسين. الأول الأسنان، لأن أنت تتكلم ما يقدر يخرج. والثاني الفم. لكن العين كم حارس؟ واحد. الاذن حارس واحد. لا اله الا الله. هكذا كف عليك هذا، احفظه، لا يتكلم الا في الخير. نعم اقرا. الحديث الثلاثون الكف من حدود الشرع عن ابي ثعلب الحشني يسلم بن ناشد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى فرض فرائض فلا تدينوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه لكم، وغير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه دار القطني وغيره. لا اله الا الله. حدود الله تعالى وحرمات، هذا هو حديث الحدود الذي ذكرناه لكم في اول كتاب. إن الله تعالى فرض فرائضا، ما هي الفرائض؟ أوامر، فرائض، واجبات لا تضيعوها، لا ينبغي أن نضيعها، أن نتركها، أن نتساهل فيها. فمن ضيع حق الله ضيعه الله تعالى. يقول الإمام الحداد رضي الله عنه: ومن أهمل التقوى وضيع أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة، سيندم. هكذا. تقوى إله العالمين الذي ترجى مراحمه، الواحد الأحد الكشاف الكرمي، إلزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام الكرمي، هذه التقوى. لا إله إلا الله. إن الله تعالى فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا أي المعاصي، لا تدخل الحدود، نتعداها، والتعدي مجاوزة حدود المجاوزة. فهكذا معنى التعدي أي أن نجاوز حدود الله ونعصي الله، وهذا حرام. هكذا حد حدودا فلا تعتدوها. لماذا حد حدودا؟ بعض الناس يقول الإسلام تعب، الإسلام تشدد، لماذا يمنعنا الإسلام من التبرج؟ لماذا يمنعنا الإسلام من الشراب؟ نحن نريد أن نشرب الخمر، يجوز، هذا خمر كويس، لماذا يمنعنا الإسلام من الشهوات والنساء؟ ولماذا يمنعنا الإسلام من ويتكلم؟ نقول أنت مجنون، إنما يمنعك الإسلام مما يضرك. الله أتاح لنا كل أنواع المشروبات إلا الخمر، لأن الخمر يضر. الله حرم علينا كل أنواع، أباح لنا كل الزواج وكل شيء إلا الحرام. الله تعالى منعنا وحرم وأجاز لنا أن نأكل كل شيء إلا الأكل بالظلم، وإلا الأكل وقت الصوم، هذا الإنسان يكون عاقلا. إنما جاء الإسلام بما ينفعك ونهاك عما يضرك. حد حدودا فلا تعتدوا. وحرم أشياء حرام في الشريعة أن نفعلها فلا تنتهكوها، أي لا تتجاوزوها وتفعلوها، فإن هذا من حرام. وبعض الأشياء دع ما يريبك إلى ما يريبك.
اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات هذه من الشبهات وسكت عن اشياء رحمه لكم. لا ليس ذلك عفوا، والاسلام سكت عن اشياء اي لم يامرنا باشياء الشريعه الاسلاميه رحمه بالانسان، كما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا حج في كل سنه او الحج في كل عام؟ سكت النبي. يا رسول الله الحج في كل عام؟ النبي سكت مره ثانيه. يا رسول الله الحج في كل عام كما قال في الحديث او كما في معنى الحديث؟ فقال النبي قال لا، ولو قلت نعم لسكت لوجبت. وسكت عن اشياء رحمه لكم، اي ان كثير من الامور لم يامرنا بها الاسلام لاجل ان لانه لو امرنا بها ما نقدر ان نتحمل، ربما ما نفعلها. الصلاه كم فرضت؟ 50 صلاه، فخففت الى 5. من يقدر ان يصلي 50؟ ما تقدر تصلي. بعض الناس ما يصلي 5 صلوات. يا الله انا تعبان سانام، صلي اول الظهر، قال انا سانام تعبان. فكيف اذا كان 50 صلاه؟ فرحمه لكم لا اله. الحمد لله على هذه الرحمه، فديننا دين الرحمه واليسر. نعم اقرا بعده. الحديث 31 عن ابي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. يا سلام. اذا هذا حديث من حبيبك رسول الله، تريد ان تكون محبوبا عند الله وعند رسوله وعند الناس، ما هو؟ اقرا. فقال اذهب في الدنيا يحبك الله. ازهد اي اترك شهوات الدنيا وملذاتها، دع زاهدا وقنوعا يحبك الله. ايوه. واذهب فيما ان الناس يحبك الله. اي لا تنظر الى الناس، لا تنظر الى حاجات الناس، لا تطلبن من الناس، هكذا لا تشتهي الناس، ازهد فيما عند الناس. قيل لسيدنا يحبك الناس، لا اله الا الله. قيل لسيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، الحسن البصري، قال بماذا اصبحت ايها الحسن سيدا على اهل البصره؟ قال استغنيت عن دنياهم فاحتاجوا الى دنياي، فاحتاجوا الى ديني او احتاجوا الي. فهكذا اذا تركت الناس ولم تحتج اليهم ولم تحتاج الى الناس ولم تنظر الى الناس، هم سيحتاجون اليك والى علمك والى صلاحك والى هدايتك ويسالونك. فاذا تركت من الناس يقول لا روح انت لست من العلماء، انت جاهل، وما يسبونك، فلا تحتاج الى الناس، واحتج الى رب الناس، واذا سالت فاسال الله تعالى. نعم اقرا. الزهد هو ترك الدنيا وشهواتها، سواء من الدنيا او من امور الناس. لا اله الا الله. اقرا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبهم قال عن ابي سعيد من السنان. سنان الخضري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه جوامع الكلم. لا ضرر ولا ضرار، حديث عظيم. على فكره حديث حسن. اقرا حديث حسن. ما عندك؟ اقرا الكتيب، الكتاب الكبير. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ. اقرا. رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمر بن يحيى عمرو بن يحيى. اذا جاء عمر بعده واو عمرو. نعم. عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعض. حديث حسن وقال رواه مالك في الموطأ مرسلا، لكن له طرق يقوي بعضها بعض. لا ضرر ولا ضرار، هكذا هذا من جوامع الكلم ومن الاحاديث التي تندرج تحته قاعده عظيمه. هكذا قال ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ قال في شرح المنفي هو الضرر لا العقوبه والقصاص. القصاص والعقوبه موجوده لكن الضرر غير موجود. قال والمراد بالضرر هو في الحديث هو ما كان بغير حق، كمن تعدى حدود الله تعالى فعوقب على جريمته. هو الضرر هو ما كان بغير حق لا ضرر، واما ما كان بحق، الضرر الذي بحق كان تؤذي الناس، كان تقتل، كان تسرق، هذا ضرر عليه اقامه الحد. اي الدين ليس فيه ضرر ولا اضرار، لا تؤذي الناس ولا يؤذوك هكذا، لكن هذا اذا كان بغير حق. ها
أما إذا كان بحقك عن أضربت آذيت انتهبت خالفت أوامر الله تعالى هنا يقام عليك الحد يعذبك الله ويعاقب عليك ويعاقبك الله تعالى وهكذا ولا ضرر في الإسلام أي الإسلام لا يكلفك ما لا تستطيع الإسلام يقول لك كما فأتوا منه ما استطعتم هكذا فأتوا منه ما استطعتم لا ضرر لا يضرك هكذا وكذلك الإسلام يرفع الحرج عنك يرفع الحرج أي لي يرفع المشقة الإسلام دين التيسير وليس دين المشقة هكذا لا إله إلا لا يكلف الله نفسا إسلام نعم عندك أشياء كثيرة في الإسلام أجازة الصائم الذي لا يقدر على الصوم العجوز الحائض والنفساء المسافر أجاز له الإسلام رجل لا تقدر أن تصلي قائما صلي قاعدا لا ضرر ولا ضرار غير ذلك لا تقدر أن تحج فوض وابكي التوكيد هذا كله لا ضرر ولا ضرار دين يسر هكذا لا إله إلا الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أحضى الناس بدعوة لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعده في صحيحين هكذا هذا الحديث يخبرنا أن البينة أن كل شيء بالبينة أن الإنسان لو ادعى أو تكلم أو شهد لا بد من الدليل البينة عن المدعي واليمين على من أنكر هذا في القضاء البينة عن المدعي إذا سألك القاضي أين البينة أين الدليل الدليل كذا أيها القاضي ثم يقول القاضي للرجل الآخر عليك أن تأتي باليمين أي أن تحلف بالله أنك لم تفعل هكذا البينة واليمين على من أنكر وهكذا اقرا بعده بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعاف الايمان ازاله المنكر ورؤيه المعاصي اذا لم عليها تكون على ثلاث درجات الدرجة الأولى إذا رأيت معصية أن تنكر أو أن تغيرها بيدك إذا كنت صاحب القدرة صاحب السلطة مسؤولا تقدر أن تفعل أن تزيل هذا المنكر بيدك افعل فأنت مسؤول هذا لأهل القوة ولأهل القدرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تقدر بلسانك نصيحة أيها الناس اتقي الله لا تفعل ذلك هذا حرام بلسانك ما تقدر ها الدرجة الثالثة فبقلبه أي أنت بقلبك لا تنظر إليه ابتعد قم من هذا المجلس غط اذنيك عن الحرام لا تنظر الى الحرام فبقلبك ذلك اضعف الايمان هكذا هذه درجات ازاله المنكر فمن لم يغير بيده ولم يستطع ومن لم يغير بلسانه ولم يغير بقلبه هذا دليل على سوء الايمان وضعف الايمان وانت شريك في الاثم معهم اذا لم تنكر عليه نعم اقرا بعده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعينه رواه البخاري رواه مسلم نهانا رسول الله في هذا الحديث عن أشياء كثيرة أخوة الإسلام المسلمون أخوة إنما المؤمنون أخوة كما قال تعالى عن أبي هريرة في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله لا تحاسد والحسد عياذ بالله تعالى كره والبغض وعدم محبة الآخرين ويحسد فإذا حسدت فلا تحقق وبدل الحسد وهو الغبطة تقول ما شاء الله يا بختك اللهم أعطني كما أعطيته هذا غبطة مطلوبة لكن الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير فالحاسد في الحديث الحاسد عدو نعمتي الحاسد مثال الحاسد كالذي يقول يا رب
أنت غلطان لماذا أعطيت فلان؟ حرام بإذن الله تعالى. لا تحاسدوا ولا تناجسوا. النجس في البيع زيادة في السلعة، سلعة قيمتها 20 ويقول هذا بخمسين 60، يتناجس يرفعون السعر، أو أنت تبيعها بعشرين ثم أنت تبيعها ب15، تعال إلى عندي البيع على بيع أخي، هذا حرام. تناجسوا والبيع على بيع، ولا تباغضوا من البغضاء والشحناء كما نرى، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، أنتم إخوة خصوصا في هذه الولايات هنا أو في جميع ولاياتكم، أنتم إخوة، محبتكم واحدة، أكلكم واحد، كلامكم واحد، فهو ذهابكم، إذا لا تختلفوا، لا تجعلوا الشيطان يدخل فيما بينكم. إذا غضب بعضكم من بعض هكذا فصلي ركعتين تب إلى الله تعالى، ارجع يا أخي سامحني أنا عفو منك بارك الله فيك، نحن إخوة وأنت اقبل بارك الله فيك، لا تقول روح من عندي أنا ما أكلمك، لا، بل تصافحوا وتحابوا وكونوا على قلب رجل واحد، هنا يأتي إليكم السر والمدد والنظر والرحمة هكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فأنتم هنا أخوة الإسلام، إذا هنا وفي بلادكم فانشروا الإسلام وتعاونوا على نشر الإسلام يدا واحدة، ولا تنسوا بعضكم البعض، لا تنسوا محبتكم، لا أحد من الحمق ومن ضعف الإيمان أن تنسى أصحابك إذا رجعت إلى بلادك، فلا تنسوا هنا ربط الله بين قلوبكم فارتبطوا بربطه برباط التقوى وربط ورباط الأخوة في الله إلى يوم القيامة هكذا. هكذا كما في الحديث إخوة في الله تحابوا في الله، من السبعة الذين يظلهم في الله تعالى تحت ظل عرشه رجلان تحابا في الله هكذا، لا إله إلا الله يجعلنا وإياكم منه. قال وكونوا عباد الله لا إله إلا إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يكذب يكذبه ولا يحقر. التقوى ثم قال النبي التقوى ها هنا، وأشير إلى صدر ثلاث مرات، التقوى ها هنا ليس التقوى باللسان إلا في القلب وهو مراقبة الله تعالى. في حسب امرئ من الشر أن يحقر أخا المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دم ومال وعرض، التعدي على حقوق الغير ما دام حقوق صاحبك مالا أو عرضا أو أهلا أو دما أو حقوق أو غير ذلك من الأمور الخاصة هي حرام عليك. لا إله إلا الله. نعم اقرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر ساعد الناس أخدم الناس أقضي حوائجهم يفرج الله عليك يوم القيامة. من نفس عن مؤمن أي ساعد مؤمنا وفرج عليه كربته، واحد متضايق، واحد تعبان، واحد يريد قضاء حاجة، أقضي حوائجه الله تعالى يقضي يوم القيامة حوائجه كربة من كرب يوم القيامة، لأن يوم القيامة كرب، الشمس تدنو، الحساب والميزان والسؤال وغير كرب، فإذا ساعدت إخوانك ونفست عليهم هكذا يرفس الله عنك يوم القيامة هكذا. وخير المؤمنين الذي يخدم بعضهم بعضا، خير الناس أنفعهم للناس في الحديث هكذا. ومن؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، معسر أي أحد الناس عنده دين ما عنده مال تعطيه تساعده ييسر الله عليه، والله في عون العبد. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا غير موجود، من ستر مسلما هذا طبعا غير موجود فيها. ومن ستر مسلما نعم استر الناس، إذا رأيت بعض الناس يفعلون المعصية تتكلم تبتوا في الانترنت فلان ابن فلان لا استر الناس هكذا، يا اخي استرني مرحبا بس بارك الله، لا تعصي الله تعالى نحن نسترك مره ثانيه سنفضحك هكذا، انتبه الانسان يستر الناس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. بعض الناس هكذا يتتبع عورات الناس، يراقب الناس اين يذهبون، يراقب فلان ايش يفعل، ينظر اليه في الحمام، ينظر اليه ما يستحي، يراقب الناس. يريد من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته يوم القيامة، يعني ومن ستر مسلما ستر الله، تب سامح الناس وكأنك لم ترى شيئا، حتى ربما صيد العفو أنت رأيتني سامحني، لا أنا ما رأيتك. لماذا سمي حاتم الأصم حاتم الأصم؟ تسمعون حاتم الأصم؟ تعرف لماذا؟ هو اسمه حاتم ليس الأصم، هو بخير، لكن يوم من الأيام جاءت إليه امرأة وكان قاضيا، فخرج منها ريح وتقول له وتكلم، فاستحت المرأة قال تكلمي ارفعي صوتك، ارفعي صوتك أنا ما أسمع، تقول له ارفعي صوتك كثيرا كثيرا،
فجعل نفسه يتصامم ترقيقا لقلبها لأجل أن لا تطمئن لأن خرج منها ريحا هكذا. فاستحف فخافت أنه سمع صوت فقال ارفعي صوتك حتى اطمئنت. قال الحمد لله هو ما يسمع مني. قال العلماء فبقي متصامما إلى أن مات أو قيل أنها ماتت. هذا الذي يستر المسلمين. يا نعم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بنية صالحة طريقا إلى الجنة بنية صالحة سهل الله طريقا إلى الجنة. الملائكة تضع أجنحة لطالب العلم. النية الصالحة الصادق في النية الصالحة رضا بما يصنع إذا كان نيتك صالحة هكذا. نعم وما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه كتاب الله أو العلم أو مراجعة الحديث أو غير ذلك كل ذلك يدخل في هذا المجال ويتدارسونه بينهم إلا ما هي النتيجة. يا سلام شيء عظيم لا يحصل في الكون إلا لهؤلاء. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الله أكبر. ما جعلنا وإياكم أحرصوا أن تنال رحمة الله نفحات إنني ربكم في أيام دهركم نفحات أنا فتعرضوا لها. هذه النفحات في المجلس عندك لعلك وأنت تعبان ما عندك أكل طفشان تريد أشياء كثيرة عندك مشاكل لكن حضرت مجلس عندك بنية صالحة. اليوم سنحضر مجلس علم بالبركة والنية الصالحة إن شاء الله تعالى. نيتنا أن الله يفرج علينا أن نتعلم أن نسمع الكلام أن نطيع الله. أنت نويت فحضرت مجلس علم تستمع وخلوا أدوه ما شاء الله الحمد لله أنا الآن قلبي طيب الآن أموري ببركة حضور مجلس العلم هكذا. لا إله وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ومن نظر إليه الله سعيد في الدنيا الآخرة. نظر الله تعالى إليه كنا من السعداء. الله يجعلنا وإياكم ممن نظر إليه وذكر الله في العلم. ومن بدأ به عمله لم يسرق به نفسه الذي بعض الناس نسبه هو من أهل بيت رسول الله لكنه يفعل المعاصي ما في فائدة. فهذا الذي يفعل المعاصي أنت جدك رسول الله تفعل المعصية القبيحة هكذا. سيدنا رضي الله عنه علي زين العابدين رضي الله عنه السجاد أو سيدنا علي بن عبد أو غيره يقول رضي الله عنه لبعض تلامذته أو سيدنا الباقر السجاد أو سيدنا علي بن عبد العلم بي وبك شريف عفوا الجهل بي وبك قبيح أو قال الجهل قبيح وبي وبك أقبح والعلم شريف وبي وبك أشرف هكذا. فأهل بيت النبوي يكون العلم فيهم شريف والجهل بالنسبة إليهم قبيح. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان عمله ضعيف إيمانه ضعيف يعصي الله لا ينفع نسبه هكذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عدل هذا عدل الله ورحمته جل جلاله. ابن عباس عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي حديث قصي فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات كل شيء له حسنات وكل معصية لها سيئات كتب الحسنات ثم بين أي بين ذلك. فمن هم الهم هو الإرادة الشيء والعزم لكن بدون عمل. فمن هم بحسنة فلم يعملها هم إرادة الشيء لك أنت لم تعمل ثم فلم يعملها وأنت نيتك أن تعملها نيتك أن تعملها لكن لم تعملها. أما إذا كان نيتك لم تعملها إن شاء الله تعالى فيما بعد أتصدق هذا هم ليس هم لكن إذا أردت أن تتصدق هممت لكن لم تقدر أن تعملها
كتب الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها، لكن إذا هممت بالطاعة فعملتها كتب الله عنده أحسن حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة إلى ما يعلم الله تعالى. وإن هممت بسيئة لكن لم تعملها لم يكتبها الله عليك. عفوا، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. أي إذا فعلت المعصية، إذا رأيت معصية وأردت أن تفعل المعصية لكن لم تعملها خوف من الله، الله يراني، الله يراقبني، إذا الله يكتب لك بدلا سيئة حسنة. هكذا، فلم يعملها خوفا من الله تعالى. أما إذا كان لم يعملها خوفا من أبوه، وأبوي يشوفني، الشيخ يشوفني أنا ما أفعل المعصية، هذا كذب والعياذ بالله تعالى. راقب الله تعالى الذي يراك، وهو معكم أينما كنتم، لا إله إلا الله. هكذا، وإن هم بها أي هم بالمعصية فعملها كتب الله سيئة واحدة. وهذا من رحمة الله أن السيئة لا تضاعف. لكن أنا أسألكم، أين تضاعف السيئات؟ في المدينة ومكة تضاعف السيئات. هكذا، انتبهوا، إذا ذهبتم إلى مكة والمدينة هناك افعلوا الطاعات واحذروا من المعاصي. يا رب، اقرأ اقرأ أخي، أعطيه فاضل ما قرأ. ما ذهب لي الحديث 32 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوافلي حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. أنا أنت وأنت أنا، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. فإذا قلت لك يا أخي خذ هذا العيش، كل تميس أو كل خبز أعطي صاحبك، تقول لا أنا لا أريد، أنت تقول لا أريد. لماذا؟ تقول أنا ما شاء الله إذا أكل صاحبي أنا أكلت سمعت. كيف؟ نحن أخوة لله. يحكى في ذلك قصة سريعة، أن 10 من الطلاب العلم يدرسون في مكة المكرمة، فجاء أحدهم إلى أحد الأولياء وقال يا سيدي نحن 10 من طلاب العلم نسكن هنا قريبا من الحرم النبوي الحرم المكي. قال 10 نريد شيئا نأكله، فأعطاه خبز، فذهب هذا الرجل وراء الحائط وأكله. يا حرامي يا مجرم، تعال تعال تعال، لماذا أكلته؟ قال يا شيخنا أنا كما أكلته وشبعت أصحابي شبعون. أنت مجنون ما فيك. قال هذا كلام صحيح، إذا لم تصدق تعال إلى عند أصحابي. فذهب الشيخ إلى عند، فإذا وجوههم كالقمر نور، كلهم نور، طلاب علم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. قال إن صاحبكم هذا يقول أنه طلب مني خبزا فأعطيته 15 خبز فأكله وزعم أنه شبع كما شبعتم، هل أنتم شبعتم؟ قالوا نعم يا شيخنا. كيف ذلك؟ قال أروني دليلا على ذلك. فأخذ أحد مشرط هذا غير الأول ثاني، فقال يا شيخنا هكذا قليلا، فخرج الدم، فخرج الدم في أيديهم إشارة إلى التحام قوة قلوبهم وأجسادهم كقلب واحد وكأخوة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. فأكد المؤمنون إخوة. أما الآن جاء رجل إلى سيدنا الحسن البصري قال من أنتم؟ جاءوا جماعة إخوان أو أصحاب إلى سيدنا الحسن البصري، قال من أنتم؟ قالوا نحن إخوة في الله. قال هل يمد أحدكم جيبه إلى الآخر؟ قالوا لا. قال اذهبوا فلستم أخوة في الله. هكذا الله يجعلنا وإياكم أخوة في الله، تحققوا بها. إذا تحققتم بالأخوة سينظر إليكم الله، سيفتح الله عليكم ويجعلكم أئمة يهتدى بهم في المشرق والمغرب.
وعلمكم سيصل الى الشرق والغرب بالاخلاص والتقوى والصلاه. هكذا قال من عادى لي وليا، هذا حديث عن السلف، الذي يعادي الاولياء ويحارب الاولياء هذا عدو الله ورسوله. من عادى لي وليا، قالوا ان الله تعالى لم ياذن بالحرب ولم يحارب الله تعالى الا اثنين. الاول اكل الربا، فاذنوا بحرب من الله ورسوله اكل الربا. الثاني كما في الحديث من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، اي بالعداوه والعياذ بالله تعالى. فالذي يعادي الاولياء، قالوا ان الذي يعادي الاولياء دليل على ما في ان قلبه اسود وانه من اهل الفسق والضلال وانه سيموت على الكفر. هو هذا الذي يعادي الاولياء والعياذ بالله تعالى. ثم يقول وما زال عبدي، قال اشار الله تعالى في الحديث انه عبدي الذي يعمل النوافل ويطيعني ويسمع كلامي ولا يعصيني هو عبدي، وان لم يكن غير ذلك فهو ليس بعبدي. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل، اي غير الفرائض. الناس كلهم يصلون الفرائض، لكن النوافل العبادات، الصدقات، النوافل غير ذلك من الطاعات والقربات. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ما هي النتيجه؟ حتى احبه. فما هي نتيجه المحبه يا رب؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ورجله ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، وان سالني لاعطينه وان استعاذني لاعيدنه. ولهذا قال بعض الصالحين إذا جاء إليه الناس: يا شيخنا، يا سيدي، نريد المطر، الدنيا الزرع جف والناس يريدون مطرا، ندعو لكم إن شاء الله، اللهم ارزقنا غيثا، اللهم، فتأتي بعد خمس دقائق المطر، لأن هذا عبد محبوب. هكذا. فلهذا التوسل، بعض الناس يقول التوسل بدعة، نقول لا، ليس كل توسل بدعة. التوسل بالأعمال الصالحة ليس بدعة، وهذا مجمع عليه. التوسل بالاولياء والصالحين كذلك ليس بدعه. ما معنى الوسيله؟ ان قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يستوون. فهذا العبد المقرب المؤمن الصالح الولي التقي، سواء نبيا او عبدا صالحا صحابيا او من الصالحين، هذا اقرب الى الله. فانا اتوسل الى الله تعالى به، اي اسالك يا رب بمحبتك له، واذا احببته كنت سمعه الذي يسمع، ان تغفر ذنوبنا، ان تصلحنا. إذا التوسل ليس عبادة للناس، التوسل إنما اتخاذ محبة الله تعالى، ونتوسل بمحبة الله لفلان ابن فلان. فمثلا الإمام الحسين: اللهم بمحبتك ونتوسل إليك بإيمان الحسين ابن بنت رسول الله أن تصلح قلبنا، أنت هكذا. فإذا هي مسألة محبة، ليس مسألة عبادة. حتى يأتي الناس ويقول التوسل بدعة، التوسل كفر والعياذ بالله، نقول لا، المسألة مسألة محبة. أنا أريد أدخل عند الرئيس، عند الملك، أن أدخل عند الباب ويضربوني، ارجع ورا، مجنون أنت، لا تدخل، أول استأذن. فإذا لازم أستأذن من عشرة، أستأذن أولا في البداية عشرة، أستأذن المسؤول الأول، المسؤول الثاني، المسؤول الثالث، هكذا. وهكذا هؤلاء قل أقربائي إلى الله تعالى، ربما أنت لست قريب، بعيد، وهكذا. وما زال عبدي، فإذا أحببته إلى آخر ما قال: وإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيدنه. لا إله إلا الله. نعم. وذلك بامتثال الاوامر واجتناب النواهي. هكذا حتى يحبه. وعمل النوافل، الانسان لا يؤدي الفرائض، كذلك اعمل النوافل. واضح النوافل جبر لما وقع من الخلل في الفرائض. الانسان لا ينسى نصيبه من النوافل ومن الخير والصدقه والاذكار وغير ذلك، لان هذه الاشياء تقربك الى الله. كيف المسلمون يختلفون بعضهم عن بعض بالنوافل؟ كلما فعلت من الخير اكثر كنت احسن الناس. فلا ترضى بنفسك بالدون. انا يكفي صليت الظهر، يكفي، لا، نافله قبل بعد، شيء من الاتقان، من النوافل الخشوع، نافله. هكذا. وكلما كنت في النوافل اكثر كنت اقرب احبب الى الله تعالى. هذا دليل عندكم. نعم، اقرا. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الأخطاء والنسيان وما استقره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه. الحمد لله، هذا رفع الحرج عن الإسلام، ولله الحمد. النسيان والخطأ رفعه الله تعالى ولا يؤاخذنا عليه، هذا من نعمة الله. فكم من الناس يخطئون وينسون وينسون، أنا نسيت، أنا أخطأت، أنا تبت إلى الله، تجاوز الله تعالى. وما استكره عليه
فهذا خطأ نزل أو الإكراه الذي فعلت شيئا بالإكراه هكذا معفوا لله الحمد هذه من نعم كبيرة رفع الحرج عن الأمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قالوا هذا من دعوات الصالحين في جوف الليل وفي السجون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا إلى آخر الآيات في آخر سورة البقرة لا إله إلا الله نعم الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أخذ النبي بمنكبه يا ابن عمر قال يا عبد الله أم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تحتك بالناس وتدخل في الناس وتتخذ كثيرا من الأصدقاء وتحب الناس وتحب الدنيا اجعل نفسك في الدنيا خادما للناس ومعلما لهم مع ذلك ابتعد قدر الابتعاد عن الناس لكي لا يشكرك الناس عني عن الله تعالى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا تنظر إلى حوائج الناس ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد فيما عند الله يحبك الله تعالى كما مر في الحديث وكن في الدنيا كأنك غريب لا تشتغل بحوائج الناس ولا بالدنيا ولا بالشهوات واشتغل فيما طلبه الله منك وفيما أمرك الله تعالى اشتغل به يقول الإمام الحداد في قصيدة في 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 ديوانه الإمام الحداد لا يكثر همك ما قدر يقول لو ولم وكيف قول ذو الحمق ليس هذا البيت الإله فينا والإله فينا يفعل ما يريد لا يكثر همك ما قدر يقول ذكر هناك في ديوان الإمام الحداد بعض الكلام أنك عليك بطاعة الله والابتعاد عما نهاك الله هذا الذي طلبه الله منك غيره لم يطلب الله منك أبدا فإذا ما طلبه الله نفعله وما لم يطلبه نبتعد عنه هنا تحصل السعادة كما دلني على خير إذا عملت دخل في الدخالة ليس ذلك الحديث الذي مضى أي أن إذا أردت أن تدخل الجنة افعل الصاعات وابتعد عن المعاصي وقم بحق الله تعالى هنا حتى ولو لم تقم بحقوق الناس أمشي حقوق الله ما أوجب الله عليك هنا تدخل الجنة وتحصل لك السعادة نعم كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة الله. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء إذا أمسيت الصباح لا تنتظر لعلك ستموت استعد يا الله يمكن أنا صلاة العشاء ميت يمكن أنا أصلي الصبح ما أصلي الصبح يمكن أموت يمكن أنا أنام بعدين يحركني قم ميت من قال لك أنك ستحيا الحياة بيد الله ولن استعد لذلك أي تب إلى الله قبل لا بعض الناس قلت يا الله إن شاء الله بعدين لما 40 سنة سأتوب يا الله من قال لك أنك ستعيش توب إلى الله الآن هكذا ولا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك إذا كنت صحيحا استعد واعمل لمرضك ربما أنت تكون مريضا ما تقدر تعمل الآن وقت الصحة نعمل ونفعل ونبني الآن وقت صحة لمرضك ومن حياتك لموتك فإذا جاء الموت لا ينفع إذا جاء موت أحدهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون ما ينفع وقت الموت يا رب أنا أريد الحياة سأصلي مرة ثانية يا رب ما ينفع الآن ما دام أنت حي أعطاك الله ودع القوة والقدرة اعمل وابني وافعل تصدق انشر الخير ساعد المؤمن كله كالشجرة النخلة كلها نفع ينفع إخوانه ويصبر ويتحمل الشجرة النخلة اللي في التمر لو أنت تأخذ حجر وترمي النخلة النخلة ماذا ستعطيك؟ ستعطيك ثمرة هكذا المؤمن إذا ضرب إذا أوذي يصبر ويتحمل هكذا قال الإمام الشافعي وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء نعم اقرأ الحديث 41 علمت الإيمان أن محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ماشي إيمان هذا نعم اقرأ حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح علامة الإيمان الكامل اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا محبا صادقا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لما أمرت به لما شرعه الله تعالى بواسطته
رواه مسلم صاحب الشريعة بواسطة الله تعالى أرسله الله تعالى وإن هو إلا وحي ما ينطق عن هواء إن هو إلا وحي يوحى هكذا. فهذا علامة الإيمان كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يقول سيدنا عمر الخطاب قال له في الحديث يا عمر من أحب الناس إليك؟ قال هل تحبني أو النبي سأله هل تحبني يا عمر؟ قال أنت يا رسول أحب إلي إلا من أبي وأمي أو بمعنى الحديث. قال لا لم يكمل إيمانك يا عمر حتى أقول أحب إليك من والديك أو بمعنى ذلك. فكذلك محبة الرسول لا بد أن تكون كاملة أحب نحب الرسول أكثر من أنفسنا وأولادنا وزوجتنا وأهلنا كل ذلك. هنا يكتمل الإيمان. لهذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه نفسه محبته طبيعته لما جاء به الرسول. لماذا تقول سمعا لبيك يا رسول الله؟ فما معنى أنت لما تزور المدينة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك؟ ما معنى السلام؟ هو الأمان. أي السلام أي الأمان عليك يا رسول الله أنا لا أخالف شريعتك. هذا معنى السلام عليك. رسول في قبره هل أنت ستؤذي رسول؟ نعم ستؤذي رسول إذا خالفت شريعته، لأن في الحديث إن أعمالي تعرض عليكم. فنريد أن يكون ما يعرض على رسول الله ما هو الذي يعرض على النبي؟ أفعالنا الطاعات. فلا تعمل معصية إذا فعلت معصية تب إلى الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا إله إلا الله. اقرأ الحديث الثاني. الحديث الثاني 40 لأن اتباع الخسران واتباع الهوى ضلال إلى جهنم من أيام الله تعالى. هكذا فعنوان المحبة الاتباع. علامة المحبة الصادقة الاتباع للابتداع. اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما الناس يقول أنا أحب رسول الله كما في حق هذا الذي مضى قبل سنتين أو قبل 5 سنين قضية الدنمارك. إلا رسول الله إلا رسول الله وهو يفعل المعصية. إلا رسول الله وهو يخالف. كذاب. إلا رسول الله وأنت تحب رسول الله. هؤلاء الكافرين لن يرتدعوا ولن يخافوا من المسلمين إلا إذا تكاتف المسلمون واتقوا الله تعالى وتوحدت كلمتهم واطاعوا الله تعالى. أما إذا كان بهذا الطريق لا ينفع. كله كذلك هباء منثورا. كما قال بعض مشايخنا إن المسلمين في هذا الزمان إذا جاءت مصيبة أو فتنة يخرجون إلى الشارع يضربون الله الله كما تشوف في التلفزيون. مثاله كمثال هذا بلونة انتبه بعدين بوم كذا. يعني قوة أنت طفشان أنت زعلان تخرج إلى الشارع ترفع الأعلام تتكلم في التلفزيون بعدين إذا جئت إلى البيت خلاص أنا تعبان. هذا مثال. لكن ما هو الذي يردع الكافر إذا رأونا نصلي مع بعض ندعو نتحد أخوة في الله اجتمعنا هنا يخافون هذا المسلمين كذلك هم يعرفون. لهذا فرقونا عن بعضنا جعلونا فرقا جعلونا أحزابا فرقوا بين بلداننا. كانت المسلمين تركيا وغيرها من البلاد الإسلامية والعالم الإسلامي وغير ذلك الخليج العربي وباكستان والعراق ومصر والسودان وغير كل هذه كانت كتلة واحدة بلد مسلم واحدة. الآن أصبحوا أحزاب أصبحنا ضعفاء بسبب هذا أن تفرقنا هكذا. كما ولا تتفرقوا ولا فتفرق بكم السبل ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ايوه تفرقوا بكم السبل عن سبيله كما قال تعالى. هكذا الانسان يعتصم الانسان يرجع الى اصحابه وينادي ايها الناس تقوم في الناس الذي ايها الناس الله ما يريد مننا ان نفعل كذا رسول ما يريد مننا المحبه اخرجوا الصدقات توبوا الى الله تعالى. الكافر والاعداء تجمعوا علينا لن نقدر ان نهزمهم الا اذا انصروا الله. ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله بطاعته واستماع وطاعه الله تعالى وابتعاد عن المعاصي ينصركم الله تعالى هكذا ويخذل اعداءنا. اما النصره بغير ذلك لن تاتي. اقرا الحديث 42. الله الله. أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على الحبيب نعم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم حديث يكفي بشرفه حديث لنا جميعا
إنك ما عصيت ابن آدم إنك ما دعوتني ورجل يا الله يا الله إلا غفرت لك على ما كان من كل أخر لك بس ادعوني ارجع يا رب يا رب ارجع إلى الله تعالى. بعض الناس يأتي إليك يقول أنا كثير المعصية أنا ما أريد أنا أخاف من الله أنا إذا دعوت الله الله ما يستجيب. لا ارجع إلى ربك اركع ركعتين تب إلى الله تعالى توبة صالحة تبكي الله يقبلك الله يمنحك الله يطهرك الله يقربك هكذا إنك ما دعوتني على ما كان منك أي سواء أي أنت من المجرمين أو غير المجرمين على ما كان منك ولا أبالي أي سأغفر لك ذلك. الله يقول لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا إله. قال العلماء هذه الآية أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أرجى آية في القرآن يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي عنان السماء أي إلى السماء ثم استغفرتني وغفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب أرضي خطايا ثم لكيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة تراب هنا تراب الأرض أي ملء الأرض لا إله إلا الله لا تشرك بي شيئا أي عدم الإشراك بالله إن الشرك لظلم عظيم يعني هكذا الإنسان إذا تاب إلى الله الله يتوب عليه هكذا قال إنك ما دعوتني شروط الإجابة الحضور والرجاء أما بعض الناس يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا ويضحك اللهم تب علينا بعض الناس يقول يسلح جوالها يقول اللهم تب علينا توبة نصوحة ويسكنة وهو يلعب وهو أين الحضور؟ أين الخشوع؟ من شروط الدعاء الخشوع والحضور والبكاء يا الله تهتز البيت يهتز من صوته وأنت ساجد تبكي هكذا بعض الناس يقول استغفر الله استغفر الله وينظر إلى التلفزيون ما تصح هذا يقول كذب يا الله تعالى أو يتوب إلى الله وهو يضحك أنت تشوف المعصية استغفر الله العظيم من يفعل هذا الله يهديهم ما يتوب إلى الله تعالى لا إذا رأى معصية يتوب إلى الله توبة صادقة توبة عازمة بشروطها ما يشروط التوبة عدم الرجوع إلى الحرام توبة صادقة لا إله إلا الله الإلحاح في الدعاء بالإجابة الدعاء يا الله ارحمنا اللهم اغفر لنا يا رب اغفر لي إن شاء الله تعالى يا رب إذا تريد أن تغفر لي الله تعالى يغفرنا الله يغفرنا الله يرحمنا الله يتوب علينا لا لابد أن تحقق في الدعاء وتلح في الحديث إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء الذي دائما يسأل من الله تعالى هكذا لا إله إلا الله قال من شروط الدعاء الاستعجال اللهم اغفر لي وارحمنا وتب علينا وارحمنا ولا ترحمنا ولا ترحمنا والحمد لله رب العالمين ادعو الله تعالى لك قال هنا الاستعجال وترك الدعاء استعجل في الدعاء بدلا من ذلك الله بتأني يا ارحم الراحمين قالوا من شروط الدعاء ان تاتي تصلي على رسول الله في اول الدعاء وفي اخر الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وتقول يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اغفر لنا وهكذا تدعو ان يكون كذلك من اسباب الدعاء الرزق الحلال الطعام الحلال هكذا العزم في الدعاء اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا بعض الناس يقول اللهم تغفر لنا ان تغفر لنا ما يعزم اللهم تريد ان تغفر لنا اغفر لنا تريد لا بد ان تحقق العزم في الدعاء سؤال المغفره طلب العبد الى ما فيه خير قال الاستغفار من الذنوب مهما كانت ذنوبك كثيره لا اله الا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما شاء الله تعالى قرأنا هذا الكتاب كتاب الأربعين في ثلاث ساعات ونصف جزاكم الله خير على الصبر والتحمل نسأل الله تعالى ذلك عملا خالصا لوجه الله الكريم وقربة نتقرب بها إلى ربنا الكريم وسعيا مشكورا وعملا يعرض على النبي فيفرح مننا وننال منه القرب والنظر والرحمة والمحبة ويجعل ذلك كله في صحائف أعمالنا ويجعل لذلك القراءة أثرا ظاهرا وباطنا نوينا بذلك القراءة كل نية صالحة الفتوح والمنوح والرضا والقرب من الله تعالى وما نواه سلفنا الصالح يا أرحم الراحمين ومن ذلك صلاح القلب وطهارة القلب يا أرحم الراحمين أن الله تعالى يعطي كل سائلنا من الرسول على ما يرضى الله رسوله وإلى حضرة النبي الفاتحة صلاة الذين أسلموا